السلام عليكم، أنا دلال من غزة، عمري 13 سنة، طلع على أولى إعدادي. اليوم راح أحكي لكم معاناتي بالمدرسة. بشوف البنات في المدرسة معهم لابسين أواعي حلوة، مريول جديد، شنطة جديدة، كل أغراض جديدة متوفرة لهم. بروح لماما بقول لها ماما اشتري لي، يعني اشتري لي شنطة، اشتري لي مريول. بتقول لي إن شاء الله لما ربنا يرزقنا بتجيب لي. لا بعدين انا يعني بحزن كثير، لي سنتين وانا في نفس الشنطه، في نفس المريول، في نفس كل اغراض تبعون المدرسه، وانا بتمنى من اهل الخير انهم يساعدونا، جزاهم الله خير.